مرحبا بكم لزامي فلاشان لي كارمي. هذه اول حلقه من لي زابيزود اللي غادي ندير لكم هذا رمضان ان شاء الله. كيف شفتوا لا فيديو الاولى اللي درنا في هذا السوجي ديال رمضان، جاوبنا فيها على خمسه ديال الاسئله اللي كيطرحوا بزاف في هذا الشهر المبارك، و او ميم طون عطينا ان ريجيم اليمونتير بور اون بيرت دو بوا، ريجيم اللي غيخليكم تنقصوا الدهون ديالكم وتنقصوا الوزن ديالكم في هذا الشهر المبارك. نعاودو نديرو تذكير الفيديو الاول اللي درنا، جاوبنا فيه على خمسه ديال اهم الاسئله اللي كيطرحوا في هذا الشهر المبارك، حلينا بزاف ديال المشاكل المتعلقه بالرياضه وبلوكور ديالنا في هذا الشهر، بحكم انه كنكونوا صايمين ساعات طويله، واش الجسم ديالنا كيقدر يكمل، واش نقدروا نتريني وحنا صايمين. لا بروميير كيسيون كانت هو واش نقدر نتريني قبل او لا مورا الفطور، شنو اللي مزيان لوكور ديالي وشنو اللي صحي. لا كيسيون الثانيه كانت مناش كتكون لاسيت ديالنا الا بغيناها تكون صحيه. لا كيسيون الثالثه كانت هي كيفاش نحافظ على الكتله العضليه ديالي. لا كيسيون الرابعه كانت هو واش الا ترينينا قبل ولا مورا الفطور واش غنفقد الدهون اللي في لوكور ديالي او لا غناخذ الانرجي ديالي من الكتله العضليه. اخر كيسيون جاوبنا عليها هي كيفاش نقدروا نلبيو الحاجيه ديال الجسم ديالنا من الجهه ديال الماء، يعني كيفاش نقدروا نعطيو لو كور ديالنا هذيك لا ساتيسفاكسيون اون نو، كيفاش نخليوه يسد الحاجيه ديالو من الماء. واهم حاجه دازت في الفيديو اللي كيسولوني عليها بزاف ديال الناس وكلشي الحمد لله فرح ملي حطيتها لكم في الفيديو، حيت قليل الناس اللي كيعطيو دي ريجيم اون ديتاي. عطيت ان ريجيم فيه 3 روبا اون كولاسيون، داكشي محسوب لي روبا اون ديتاي، الفطور كولاسيون او لا بوست او لا بري ورك اوت، العشاء او لا بوست ورك اوت، والسحور. في هاد لا فيديو غنهضروا خصيصا على اخر وجبه اللي هي السحور، غتعرفوا علاش مهمه بزاف، غتعرفوا شنو خص يكون فيها، وغتعرفوا الوقت اللي خصكم تاخذوه فيها. وجبه السحور من اهم الوجبات اللي كناخذو في رمضان، حيت هي اللي كتخلينا ننتقلوا من مرحله الافطار للصيام عاوتاني. هنا في المغرب عندنا تقريبا 15 ساعه ديال الصيام اللي هي مده طويله بزاف. من خلال هذه الوجبه ديال السحور غيخصني نوفر للكور ديالي للجسم ديالي الاغذيه اللي غيقدر يستافد منها اطول وقت ممكن، وبالاخص البروتينات، يعني خاصني بروتينات بطيئه الهضم اللي غتبقى في الكور ديالي اطول مده ممكن. والمصدر الرئيسي ديال البروتينات بطيئه الهضم هما مشتقات الحليب بحال البن، الفرماج، الريب والحليب. زيادة على البروتينات بطيئة الهضم غيخصنا مصدر ديال الكربوهيدرات. كيف كتعرفوا الكربوهيدرات هي المصدر الاول للطاقة ديال الجسم. هاد الكربوهيدرات فين نقدروا نلقاوها؟ كاينين بزاف ديال الأغذية بحال المعجنات، الروز، الخبز، بزاف ديال الأغذية بحال هكذا فيهم الكربوهيدرات. ثالث حاجة خاص تكون في الوجبة ديالي اللي هي الدهون الصحية. الدهون الصحية فين نقدروا نلقاوها؟ نقدروا نلقاوها في الفواكه الجافة، قدروا نلقاوها في الافوكا والزيوت. كاين واحد المشكل كيعانيو منه الناس فاش كياخذوا شي ريجيم، مثلا عطيه في واحد الوجبه 50 غرام ديال البان كومبلي، واحد النهار الله يحفظ العوان ما كيكونش متوفر عندك في الدار، ما كتلقاش ما كتعرفش البديل ديالو. هادشي علاش درت هاد لا فيديو، غنعطيكم البديل ديال وجبه السحور اللي كنت عطيتكم في الريجيم ديال لا فيديو الاولى. في الفيديو الاول انا وصل عطيناكم في وجبه السحور الحليب والفرماج خالي من المواد الدهنيه ومقصو ديال بان كومبلي. بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم هادشي اولا بغاو بديل الوجبه، اليوم جيت باش نعطيكم وجبه اخرى ديال السحور تقريبا بحالها. الوجبه غتلقاو فيها مصدر ديال البروتينات البطيئه، مصدر ديال الكربوهيدرات، ومصدر ديال الدهون الصحيه. 50 غرام ديال الفلوكون دافوان، 10 غرام ديال اللوز، 100 مللتر ديال الحليب خالي من الدهون، ونصف خيار. هذه الوجبه مصدر ديال البروتينات البطيئه هو الحليب، مصدر ديال الكربوهيدرات هما لي فلوكون دافوان، والمصدر ديال الدهون الصحيه هو اللوز. ولكن الاغلبيه ديال الناس غيسولوني شنو الدور ديال نصف خيار. الخيار ابار انه غني بالفيتامينات والالياف، يقدر يحتوي على 95% ديال الماء واللي غيحتاجها الجسم ديالنا في فترة الصيام. هكذا كنكون وصلنا للنهاية ديال الحلقة الأولى من الحلقات الرمضانية.
ما تنساوش شوفوا لا فيديو الاولى، الرابط راه كاين تحت في لا ديسكريبسيون. خليو لايك وتعليق، واللي عنده شي سؤال يدوس عندنا الانستغرام، سواء انا سواء وصال، مرحبا بكم.